السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دلوقتي نبدأ مع بعض نحل نموذج البوكلت رقم 16 في كتاب الامتحان أحياء. وأول حاجة عندك اكتب المصطلح العلمي: غدة مؤقتة تتأثر بتأثير هرمون الـ H بدل الجسم الأصفر. اكتب المصطلح العلمي: هرمون عصبي يؤثر على غدد أخرى بالجسم. هرمون عصبي بيأثر على غدد أخرى بالجسم. طبعا ده الهرمون اللي هو الأكسيتوسين، تمام. هنا الهرمون عصبي يعني يقصد بيه من الجزء العصبي للغدة النخامية، فهو إما الـ ADH وإما الأكسيتوسين. فالأضمن بالنسبة لك الأكسيتوسين، لأن أنت عارف إنه بيأثر على الرحم وبيأثر على الغدد اللبنية. علل النبات المشيجي للفجير أحاد المجموعة الصبغية، هولر إنه بينتج من إنبات الجرثومة النون اللي بتتكون من الانقسام الميوزي للخلايا الجرثومية، الاتنين نون اللي موجودة في الحوافظ الجرثومية للطور الجرثومي للفجير. يختلف مفهوم البيضة عن مفهوم البيضة. السؤال ده حلو جدا، لأن البيضة بتظهر كانتفاخ على الجدار الداخلي للمبيض، وبتحتوي على 3 خلايا سمتية وخليتين مساعدة ونواة الكيس الجنيني وخلية البيضة، تمام كده. وبعد حدوث الإخصاب تتحول البيضة إلى بذرة. أما البيضة فهي المشيج المؤنث في النباتات الزهرية، وهي عبارة عن خلية بتوجد داخل البيضة وبتقع بين الخليتين المساعدتين، وبعد الإخصاب تصبح الجنين. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة. توجد جزيئات بروتين التوافق النسيج الـ MHC في الخلايا، طبعا بتوجد في الخلايا اللي هي البلعمية والليمفاوية اللي هي ايه البائية. بعد كده عندنا رقم 5: ماذا يحدث في حالة نقص جزيئات الـ ATP في عضلة هيكلية منقبضة؟ لن تنفصل الروابط المستعرة، وبالتالي تظل في حالة انقباض، مما يؤدي الى حدوث شد عضلي، ولو زاد الشد العضلي عن الحد اللازم يؤدي لحدوث تمزق في العضلة وحدوث نزيف دموي. اذكر 4 امثلة لكائنات حية تكون امشاجها بالانقسام الميتوزي. طبعا بالانقسام الميتوزي، بالانقسام الميتوزي طبعا يبقى نون، يبقى اي كائن نون. فده بلازموديوم الملاريا، ذكر نحل العسل، حشرة المن، والطور المشيجي بتاع الفجير. بعد كده الأهمية بتاعت بروتينات السيتوكينات والليمفوكينات. السيتوكينات تعمل على جذب الخلايا البلعمية الكبيرة لمكان الإصابة بأعداد كبيرة، تمام، وبتنشط الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا الليمفاوية اللي هي الخلايا الليمفاوية البائية والأنواع الأخرى من الخلايا التائية القاتلة، وبالتالي تنشط ألياتي المناعة الخلوية والخلطية، تمام، وبتنشط الخلايا القاتلة عشان تهاجم أي الأجسام الغريبة. أما الليمفوكينات فهي بتعمل على كبح الاستجابة المناعية أو تعطيلها بعد القضاء على الكائن الممرض، يعني بتوقف الاستجابة المناعية فتوقف البائية عن إنتاج الأجسام المضادة وتوقف التي سي عن العمل هي والمساعدة. قطاع في مبيض ناضج لزهرة، طبعا ده كنا رسمناه على القناة، فتقدروا تشوفوه برضو عادي في رسمة التكوين البويضات. بعد كده على طول عندنا السؤال رقم 11: ماذا يحدث في غياب الروابط الكبريتيدية الثنائية من الجسم المضاد؟ مش هترتبط السلاسل البروتينية اللي هي الثقيلة والخفيفة المكونة للجسم المضاد ببعضها، فبالتالي يؤدي لتفكيك الجسم المضاد وبيفقد قدرته على القضاء على مين؟ على الميكروب. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة: عدد الأربطة التي تصل بين عظمة الفخذ وعظمة القصبة. دول طبعا 3 أربطة، أما اللي تصل بين عظمة الفخذ وعظمة الشظية هي رباط واحد بس. ما أهمية الحوصلتان المنويتان؟ الحوصلتان المنويتان بيفرزوا سائل قلوي بيحتوي على سكر فركتوز لتغذية الحيوانات المنوية خارج الخصية. ما المقصود بالحساسية المفرطة؟ هي قدرة النبات على التخلص من الكائن الممرض عن طريق قتل النسيج المصاب لمنع انتشار الكائن الممرض في أنسجة السليمة في النبات. فسر الإفراط في إفراز الغدة الدرقية الهرمون السيروكسين يسبب نقص الوزن.
تمام كده؟ ليه؟ لأن الإفراط في هرمون الثيروكسين بيؤدي لزيادة الأكسدة وبالتالي نقص الإيه؟ الوزن. أما بعد كده عندنا أذكر مكان ووظيفة الثقب الكبير. الثقب الكبير دوت بيبقى موجود في الجزء المخي في القاع بتاعه، ووظيفته فوظيفة الثقب الكبير هي إن بيتصل من خلاله المخ بالإيه؟ بالحبل الشوكي. أما المفاصل الغضروفية مكانها بين فقرات العمود الفقري، والوظيفة بتاعتها إنها بتسمح بحركة محدودة وبتربط بين نهايات العظام اللي هي المتجاورة، والغضاريف دي بتعمل على حماية الإيه؟ الفقرات من التآكل. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح إحدى التقنيات الحديثة و لمواجهة مشكلة الغذاء. طبعا خلايا نباتية، يبقى دي على طول زراعة الإيه؟ الأنسجة. ما أهمية السائل صاد لخلايا النبات سين؟ السائل صاد ده وسط غذائي مناسب، اللي هو بنقول عليه شبه طبيعي، اللي هو عبارة عن لبن جوز الهند، بيحتوي على جميع الهرمونات النباتية والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات سين وتميزه إيه؟ لنبات كامل. بعد كده ماذا يحدث في حالة غياب خلايا سيرتولي من خصيتي ذكر بالغ؟ لو غابت مش هتتغذى الحيوانات المنوية في الخصية، وبالتالي قد تموت الايه؟ الحيوانات المنوية. ماذا يحدث في حالة سقوط جراثيم عفن الخبز على قطعة من الخبز الرطب؟ لو سقط جراثيم على عفن الخبز، تمام كده، جراثيم عفن الخبز على قطعة من الخبز الرطب، هتبدأ تمتص الجرثومة المية، وبالتالي تبدأ تتشقق جدارها وتنقسم عدة مرات وتكون فرد ايه؟ جديد. طبعا بتنقسم ميتوزي. اكتب المصطلح العلمي. احدى مراحل دورة الطمس تتميز بزيادة افراز هرمون الاستروجين. الاستروجين ده في مرحلة نضج الايه؟ البويضة. وسيلة لمنع الحمل بتعتمد على منع استكرار البويضة في بطانة الرحم، دي اللولب. اختر الإجابة الصحيحة. الهرمون الذي يؤثر في عمل الكليتين بشكل مباشر، طالما بشكل مباشر يبقى الـ ADH، لو بشكل غير مباشر يبقى الـ ACTH، تمام كده؟ طيب بعد كده، فسر تلعب الأحماض الأمينية دورا هاما في تنوع الأجسام المضادة. السؤال ده جاوبناه 8000 مليون مرة لحد ما اتزهق منه خلاص. اختلاف الأحماض الأمينية ديك بتخلي أو بتؤدي إلى اختلاف المنطقة المتغيرة اللي هي منطقة الارتباط الأنتيجين بالجسم المضاد، وبالتالي اختلاف تشكيل الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة البيبتيدية في التتابع والنوع والشكل الفراغي بيؤدي إلى اختلاف أو اختلاف الحمض الأميني، وبالتالي قصد اختلاف الأجسام المضادة، وبالتالي تخصص إيه؟ الأحماض، تخصص الأجسام المضادة. ما المقصود بالثمرة الكاذبة؟ هي الثمرة التي يتشحم فيها أي جزء غير المبيض. اشرح كيف يعتبر الجدار الخلوي في النبات والجلد في الإنسان من وسائل خط الدفاع الأول. الجدار الخلوي في النبات والجلد فين؟ في الإنسان. الجدار الخلوي ده لأنه بيعتبر من الحواجز الطبيعية اللي بتمنع دخول مسببات المرض، وبيمثل الواقي الخارجي لخلايا النبات، طبعا اللي هي خاصة ايه؟ خلايا البشرة الخارجية، وبيتركب طبعا من السليلوز ويتغلظ باللينين، فبيكون صلب صعب الاختراق. اما بالنسبة للجلد فدوت بيبقى حاجز طبيعي، لان هو بيبقى مغطى بطبقة قرنية صلبة على سطحه، بتمثل ايه؟ عائق منيع برضو لا يسهل اختراقه من قبل الايه؟ الكائنات. قارن بين الفقرة رقم 20 والفقرة رقم 30. الفقرة رقم 30 دي فقرة عصعصية اللي هي اخر واحدة. الفقرة رقم 20 دي الفقرة القطنية، فدي اول فقرة قطنية، دي اول فقرة عصعصية. الموقع بتاعها بتاع الفقرة القطنية دي اول فقرة قطنية تقابل تجويف الايه؟ البطن. العصعصية اول فقرة عصعصية في نهاية العمود الفقري. الحجم دي اكبرهم حجما، اكبر العمود الفقري كلها حجما هي دي اللي هي القطنية. اما رقم 30 صغيرة الحجم. الجسم القمي مكان ووظيفة. الجسم القمي ده في مقدمة رأس الحيوان المنوي، بيفرز انزيم الهيالويرينيز اللي بيعمل على إذابة جزء من غلاف البيضة، فيسهل عملية ايه؟ الاختراق الحيوان المنوي للبيضة. ماذا يحدث في حالة غياب انزيم الكولينستريز؟ لو غاب انزيم الكولينستريز يستمر تأثير مادة الأسيتايل كولين
لان انزيم الكولين الستريز المسؤول عن تحطيمه بيكون ايه غايب، وبالتالي تستمر في حالة انقباض، و قد يحدث بقى ايه شد عضلي او ان هي ما تقدرش تستجيب لاي مؤثر تاني. لو فقدت الاربطة لمرونتها مش هيزيد طولها عند تعرض المفصل لضغط خارجي، فبالتالي هيسهل ان هي ايه تتقطع. اختر الاجابة الصحيحة يقل افراز هرمون البروجسترون في المرأة الحامل عنده البروجسترون، تمام كده؟ يقل امتى في المرأة الحامل؟ يقل في حالة غياب الجسم الاصفر وفي حالة المشيمة. طيب هل لما بيضمر الجسم الاصفر في نهاية الشهر الثالث بيبقى كده مفيش حاجة تاني تفرز البروجسترون؟ ابدا، بيبقى في المشيمة. فاذا يبقى المرحلة دي لا، يبقى امتى بيقل؟ في نهاية الحمل، يبقى في تفكك المشيمة في نهاية الشهر التاسع. الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية بتتركب من ايه؟ من لفة عضلية. الاستجابة بالالتهاب طبعا يعني دي من الحاجات البديهية جدا، هي عبارة عن شوية حاجات بترصهم ورا بعض وخلص الموضوع. فده بيبقى عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن بنقول عليه استجابة مناعية او تفاعل دفاعي غير تخصصي حول مكان الاصابة نتيجة الاصابة بعدوى، وده بيؤدي الى الالتهاب بسبب حدوث بعض التغيرات في موقع الإصابة، بحيث تقوم خلايا متخصصة زي الخلايا الصارية والدم وخلايا القاعدية بإفراز كميات كبيرة من مواد مولدة للالتهاب، أهمها الهستامين اللي بيعمل على تمدد الأوعية الدموية عند موقع الإصابة الأقصى مدى، وبالتالي زيادة نفاذية الأوعية الدموية الصغيرة والشعيرات الدموية للسوائل من الدورة الدموية، فده يزيد من تدفق الإيه البلازما، فيؤدي الى تورم الانسجه في مكان الالتهاب، السماح بنفاذ المواد الكيميائيه المذيبه والقاتله للبكتيريا، بالنهايه تتوجه للمكان بتاع الاصابه، وكمان يتيح لكرات الدم البيضاء اللي هي المتعادله وحديث النواه والبلعميه للوصول لمكان الاصابه، وبالتالي القضاء على الاجسام الغريبه او الميكروب. الهدف الرئيسي من لجوء الأميبا، تمام كده، إلى إحاطة نفسها بغلاف كيتيني هو، بص هنا السؤال ده بس عشان كان يعني في كتاب الامتحان لما كنت بحله حليته على إنه جميع ما سبق، تمام، ولكن هنا أنا ما خدتش بالي من حتة الهدف الرئيسي. خد بالك الهدف الرئيسي ليه بتلجأ الأميبا لأن هي تحيط نفسها بغلاف كيتيني؟ الهدف الرئيسي هي ان هي تحمي نفسها، تمام كده، فهي حمايه الاميبا من الظروف غير المناسبه، ده الهدف الرئيسي. اما لو ما قلتلكش الهدف الرئيسي وقلت لك احاطه نفسها بغلاف كيتيني تقول لي بقى عشان هتنتج اميبات صغيره وهتحمي نفسها وتنقسم من ايه ميتوزي، تمام. يبقى اذا لو غابت الهدف الرئيسي يبقى جميع ما سبق صح، لو ما غابتش وقال لك الهدف الرئيسي يبقى حمايه الاميبا ايه من الظروف غير المناسبه. يعني انا لو جيت قلت لك انت مثلا دلوقتي او انت هل تفضلي انك تحمي نفسك لو انت معاكي شوية فلوس قليلة تحمي نفسك وتحافظ عليهم عشان الزمن او غيره او عشان انت ما تموتيش، ولا اروح اتجوز بيهم وتكاثر؟ طبعا هفضل ان انا الاول احمي نفسي ولما اكون قادر ابقى اعمل اللي انا عايزه. فهو ده اللي بيحصل بالظبط. مجموعة الهرمونات السكرية، مجموعة الهرمونات السكرية دي مجموعة من هرمونات اللي بتفرزها قشرة الغدة الكظرية، وبتعمل على تنظيم ايض الكربوهيدرات، تمام كده، ودول طبعا زي هرمون الكورتيزون والكورتيكوسترون. هنا افحص الشكل ثم اجب عن الاسئله الاتيه: هل يعتبر الكنفانين وسيله مناعيه تركيبيه ام وسيله مناعيه بايو كيميائيه؟ هنا اول حاجه كنفانين ده ماده كيميائيه، فده مناعه بايو كيميائيه لانه مركب كيميائي سام للكائنات اللي هي الكائنات الضاره او الكائنات الممرضه، تمام كده، بينتجه النبات عشان يعمل ايه كوقايه. ما سبب زياده الكنفانين في المرحله ب؟ زياده الكنفانين هيزيد ليه؟ هيزيد بسبب اصابه بكائن ايه؟ اصابه النبات بكائن ممرض. طيب ايه سبب استمرار وجوده؟ سبب استمرار وجوده عشان يعزز او يقوي دفاعات النبات بعد الاصابه، بس كده.
يبقى هو اذا موجود عشان يقضي، وبعد ما قضى عليه بيبدأ ان هو يعمل ها يقضي عليهم. ماذا يحدث في حالة مرور أشعة إكس في بلورات عالية النقاوة من الدي إن إيه؟ بكل بساطة ظهر اللي هو بنقول عليه طراز من توزيع نقط أعطى تحليل معلومات عن شكل جزيء دي إن إيه نتيجة لتشتت أشعة إيه؟ أشعة إكس. تاني حاجة، ماذا يحدث في حالة تلف إحدى القاعدة النيتروجينية لأحد الشريطين؟ هتقوم ساعتها إنزيمات الربط بالتعرف على موضع التلف وإصلاحه بإن هي تستبدل النيوكليوتيدة اللي فيها التلف بنيوكليوتيدة أخرى تتزوج مع النيوكليوتيدة السليمة. اكتب المصطلح العلمي، جزء من النبات إذا لم يجد ما يلتصق به أثناء حركته يذبل ويموت، ده الحالق أو المحلاق، ده وده الاتنين صح. ما المقصود بالتلازم؟ التلازم بكل بساطة إحدى طرق عمل الأجسام المضادة، وبتتم عن طريق الجسم المضاد الاي جي ام اللي هو بيحتوي على العديد من مواقع الارتباط من الانتيجينات، فبيؤدي الى ارتباط الجسم المضاد الواحد باكثر من ميكروب، وبالتالي تتجمع الميكروبات على نفس الجسم المضاد فيجعلها اكثر ضعفا وعرضه للالتهام. 41 بقى دي بكل بساطه، اختر الاجابه. لا ينتظم الدي ان ايه في صوره صبغيات. في الدي ان ايه لا ينتظم في صوره صبغيات، السؤال ده اصلا ملغي، سيبنا منه. هو المفروض ان جميع ما سبق ما بتنتظمش في انفصال الصبغيات. اكتب المصطلح العلمي، احلال نواة خلية جنينية. طالما احلال نواة خلية جنينية يبقى ده على طول هي زراعة الانوية. اذكر مكان وظيفة العقد الليمفاوية. العقد الليمفاوية توجد على طول شبكة الاوعية الليمفاوية الموجودة في جميع اجزاء الجسم، ليه بقى؟ سواء تحت الابطين او على جانب العنق او اعلى الفخذ في ايه، وكمان بتبقى موجوده برضو بالقرب من الاعضاء الايه الجسم الداخلي. وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتنقي الليمف من اي مواد ضاره او ميكروب، وتاني حاجه بتختزن خلايا الدم الايه البيضاء اللي هي الليمفاويه. الخلايا البلعميه الكبيره الثابته دي في معظم انسجه الجسم، وظيفتها انها بتتاهب لالتهام اي جسم غريب يتواجد بالقرب ايه منها بعمليه البلعمه، فتلتقط وايه وتتخلص منه. ما مصير كل من بعد حدوث الاخصاب؟ اغلفه البيضه تصبح غلاف البذره، المحيطات الزهريه بيذبل منها الكاس والتويج والطلع والقلم والميسم، وما بيبقاش اي حاجه سوى المبيض هو اللي بيتشحها. قارن بين السؤال ده جاوبناه اكتر من مره برضه، هرمون ال LH وال FS ال SH من تاثير كل منهم على ذكر الانسان بس. على الذكر ال LH مسؤول عن تكوين وافراز الخلايا البينية في الخصية، أما الـ FSH بيساعد على تكوين الأنيببات المنوية وتكوين الحيوانات المنوية في الخصية. كده نكون خلصنا، أتمنى تكون استفدت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتقول لأصحابك، وأشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.